دعم اجباري من مواليد بني قرفط، قبيلة بني قرفط، يعني كنتميو لمنطقة أصيلة، أو بعض مرات الإقليم العرائش. درست الدراسة الابتدائية ديالي بمدينة وجدة، والثانوية بمدينة القصر الكبير. التحقت بالجامعة بعد ما انهيت فيها دراسة الإجازة، خديت فيها الإجازة في الأدب العربي بمدينة مارتسيل، كلية الأدب والعلوم الإنسانية. ومن بعد ذلك عملت سنة ديال السلك الثالث. من بعد يعني وقع واحد القطيعة ما بين الدراسة، وحتى تمت الهجرة في سنة 2000. سنة 2000 بديت كنعمل كعاملة كمهاجرة في إسبانيا، يعني بديت مدينة لوغرونيو، ومن بعد التحقت مدينة ألميريا في سنة 2000. بديت كنعمل يعني كعاملة في من بعد التحقت بالتعليم، يعني كوسيطة بين الثقافات بالمدارس التعليمية. بديت يعني كان واحد النوع ديال التواصل مع المغاربة، مع الجالية المغربية، مع النساء المغربيات. من بعد العمل ديالي حاولت التحق بالجامعة للمرة الثانية بألميريا. التحقت بجامعة الألميرية، حصلت على دبلوم الدراسات العليا في سنة 2006، وحصلت على الدكتوراه في سنة 2013. قمت كذلك بمعادلة ديال الإجازة في الأدب العربي إلى إجازة في علم اللغات في لوخيا عربي في مدينة غرناطة في جامعة الفلسفة والآداب. لحد الآن يعني العمل ديالي في المدارس التعليمية مع الجالية المغربية. الموضوع ديال البحث ديالي كان كيتناول بالضبط المرأة المغربية، والانقطاع الهدر المدرسي، والانقطاع عن الدراسة واحد السن مبكرة. كذلك قمنا بتكوين واحد الجمعية، وهي جمعية نسائية للعمل مع النساء المغربيات ومع الأطفال. من بعد أسسنا في سنة 2005 جمعية أخرى كتهتم بوسائل الإعلام، بحيث قمنا بنشر جريدة باللغة العربية والإسبانية اسمها الصوت الجديد. ومن بعد انتقلنا إلى مجموعة من الأعمال، منها مثلا خلقنا واحد الإذاعة ديال الراديو كانت متكلمة بالبربرية بالأمازيغية باللغة العربية والإسبانية. ومن بعد حاولنا إنجاز مجموعة من الأعمال في مجال التكوين، في مجال الثقافة، يعني حاولنا ما أمكن نفرضوا الوجود ديالنا كنساء مغربيات على الوسط في مدينة ألميريا بالضبط، لأن المهاجر المغربي لم يكن يعرف بهذا الوجه الثقافي، لأن كان مجرد يد عاملة. ويعني في مسألة الوجود على الصعيد الثقافي والتكوين والتعليم، يعني لم يكن يعني الوجود ديال المرأة، وخاصة المرأة المغربية، ما كانش عندها واحد الحضور قوي لا في الجامعة ولا في المجتمع. هذا هو اللي خلانا يعني نوجه الاهتمام ديالنا كامل لهذه الناحية، هذه ناحية تكوين التعليم، الجامعة، الدراسة الجامعية العليا، وتكوين الفتيات ديالنا المغربيات، وتوعية النساء ديالنا المغربيات، إلحاقهم بمجموعة من المدارس اللي تعلموا اللغة الإسبانية، محاولة مساعدتهم باش على البنات ديالهم باش يوصلوا لواحد المستوى على الأقل البكالوريا، ويحاولوا يلتحقوا بالإعلاميات أو بالجامعة. هذا هو كان الدور ديالنا من البداية، وهو ديك الغيرة ديالنا على البلد ديالنا وعلى المغربي ديالنا اللي كان في مدينة ألميرية يعتبر مجرد يد عاملة راخصة. بالعكس، احنا قدرنا نغير ديك النظرة حول المرأة المغربية وحول الفتاة المغربية وحتى حول المغربي بصفة عامة. بغيت نتابع الدراسة ديالي في المغرب، لكن يعني ما كانش عندي منحة، الظروف لم تكن تسمح يعني باش نكمل الدراسات العليا في المغرب. هذا بالإضافة إلى أن جات مسألة الزواج، يعني مسألة الزواج خلتني تفرغت للبيت والبنت ديالي. حتى الواحد يعني حتى الواحد نديرو حنايا سنة 1999، يعني خرجت للمغرب، التحقت بالزوج في مدينة مليلية، سكنت سنة في مدينة مليلية حتى رجعت لألميرية. وقعت واحد نوع القطيعة مع الزواج، وهذا غير لي الفكرة، لأن دائما ذاك الرغبة ديال أنني نحصل على يعني شهادة عليا، يعني دائما كانت عمرها ما يعني ما نقدرش نقول بأن وقعت قطيعة من ناحية ديال التواصل ديالي مع الدراسات العليا، وإنما وقعت قطيعة فقط لظروف خاصة، لأن دائما الحلم بأنني مثلا عندي رغبة في الكتابة، يعني اصدار كتب، عندي رغبه مثلا في دخول مجال نقولوا حنايا باش نكتب حول المسرح،
يعني حول قصة الطفل. يعني لحد الآن عندي كتابين في الشعر، يعني أصدرت كتابين في الشعر باللغة العربية والإسبانية. عندي قصص يعني حول الأخلاق، الأخلاق واللي هو الهوية بالنسبة للشباب المغربي، مجال الشباب المغربي، رغم أن هذه الكتب يعني كنكتبها باللغة الإسبانية وباللغة العربية اللي كيستفيد منها الجميع، وحتى بالنسبة للإسباني يحاول يطالع على نوع الكتابات ديال الكتابات النسائية أو على العقلية المغربية بالناحية الثقافية. إذن هذه المسألة هذه كانت مسألة شخصية، يعني موقعتش قطيعة نعيمة جبري، لم تقع قطيعة ما بين ما هو التعليم والحصول، يعني الوصول إلى الأفق، يعني مسائل الدراسات، مسائل الكتابات، مجال. يعني لحد الآن عندي حلم أنني باغا ندير كورتو ميتراخي ولارغو ميتراخي، وهذه مسألة لازلت أتدرب عليها باش نقدر نحصل على هاد، باش نقدر نقوي المسألة ديالي في هاد المجال هذا. إذا رجعنا للمغرب نقدروا ناخذوا واحد الفكرة على أن المرأة المغربية وصلت لمستويات عليا. يعني أنا مني كنشوف المرأة المغربية يعني في وزيرة وسفيرة وطبيبات، يعني هذا كيعطيني حماس، لأننا يعني الهجرة ماشي هي نفس الهجرة، لأن الناس المكونين اللي كيكون عندهم دراسة عليا يعني ما كيتوجهوش للمناطق بحال مثلا ألميريا أو أحياء شعبية، يعني لا اكثر منهم كيتوجه لمدريد او لسيفيا او لبرشلونة، الاماكن يعني اللي كيلقى فيها يعني كما كنقولوا حنايا داك الشيء اللي كيبحث عليه. اما باش تلقى مثلا واحد النوع النساء اللي متواجد في ألميريا هو نساء يعني منحدرات من مناطق يعني قرويه، نقولوا بصفه عامه مناطق قرويه، هناك نوع من يعني من واحد نوع الاختلاط كثير بزاف. كاين عندنا نساء من بني ملال ولكن من المناطق القرويه ديال بني ملال، عندنا نساء مثلا من الناظور ولكن الاكثريه منهم من مناطق قرويه، كاين طالبات من مدينه الناظور اللي لحد الان يعني نقولوا حنايا كاين واحد النوع ديال التنافس بيناتنا في الجامعه المغربيه، لان تلاقيت مع مجموعه ديال الطالبات من مدينه الناظور، طالبات من مدينه وجده، الاكثريه من هذه المناطق هما اللي كنلقاوهم يعني مكونات في مدينه ألميريا. اما المنحدرات من يعني الناس اللي كنتعاملوا معهم، النساء اللي كنتعاملوا معهم في المناطق في الاحياء الشعبيه، وهما نساء يعني اكثر منهم ما حصلش على دراسه، يعني نساء اميات لحد الان البنات ديالهم نقولوا حنايا الجيل الثاني والجيل الثالث هو اللي كنحاولوا ما امكن نحفزوه باش يحصل على البكالوريا ويوصل لدراسات عليا او لا يوصل للجامعه او يدير على الاقل تكوين عالي. وهذا هو اللي داب لحد الان حنا كنعملوا في هذا المجال هذا، وكنبغيو نحصلوا على هذه الصوره هذه، البنات ديالهم هما لحد الان اللي باغيين يخلقوا هذه الصوره هذه داخل المجتمع. بالنسبه لألميريا انا كنتحدث على مدينه ألميريا، مدينه ألميريا ما فيهاش، عندنا واحد النسبه كثيره من المهاجرات النساء، يعني نقدروا نوصلوا المهاجرين راه واصلين 80,000 كنظن ولا، ولكن اللي كيتحركوا كفاءات ولا قليل جدا. وهذا ماشي بالنسبة لأننا ما عندناش كفاءات في المغرب، لأن الكفاءات في المغرب كتتجه للمدن اللي كتلقى ديك يعني اللي كتسهل لها الوصول إلى مناصب عليا، يعني المشاركة في السياسة، المشاركة، ولكن باش نلقاو مثلا أطر أنها تسكن في أحياء شعبية وتحاول تساعد أنا قليل، ما هذا هو اللي خلاني نعطي هذه الصورة هذه. نقدر نقول الحمد لله، الحمد لله، يعني بعض يعني الانسان كيكون عنده حلم، ديك الحلم مادام كيوصل يحقق واحد الجزء كبير منه يعني دائما كتبقى رغبه، يعني واخا حققت مساله مثلا ان وصلت مساله ان حصلت على الدكتوراه في مدينه ألميريا في اسبانيا، يعني هذا بالنسبه لي كان نقولوا حنايا كانت خطوه كبيره بالنسبه لواحد الحلم اللي كان عندي من مده. ولكن باقي عندي حلم اخر، لانني باغا يعني نوصل انني نمارس كاستاذه جامعيه، يعني وهذا هو الطريق اللي لحد الان كنبحث عليه. يعني نقدر نقول ان الازمه اثرت كثير بزاف في المسار ديالنا، لان مثلا ما كاينش منح، ما كاينش حتى العمل، يعني ما بقاش ديك العمل اللي كان معناتها كيعطي واحد المدخول اللي كيسمح لك كدير هذه المسائل هذه. كنا كنحصلوا يعني كنشاركوا في تكوين اخر في الجامعه، كان يعني كان هناك تسهيلات كثيره بالنسبه للتكوين خاصه بالنسبه للطلبه،
الان مع الازمه ويعني وهذا الشيء اللي وقع هنا وحنا كنعرفوا يعني كاملين الازمه اللي صابت اوروبا واسبانيا، يعني بحال اللي كتحدت لك شويه من هذاك الطموح ديالك. يعني ربما خصنا ضروري خصنا نفتحوا الطريق الاول للعمل، او يعني يكون هناك يعني واحد المدخول باش نقدر نخطو الخطوه الثانيه وهي الوصول الى ممارسه التعليم كأستاذة جامعية بإسبانيا. الأطروحة ديال الدكتورة ديالي، أول العمل اللي بديت بعد ما التحقت بجامعة ألميريا، خديت سنتين من تكوين الماجستير اللي هي الدي آ، خديتها في نفس العمل ديالي. العمل ديالي كوسيطة بين الثقافات داخل المدارس التعليمية، يعني بعد ما كنت كندخل داخل المدارس داخل الثانويات، من بعد ما كونت واحد الفكرة على الشباب المغربي على القطاع الدراسي، يعني كونت واحد الفكرة شنو هو المشكل اللي عندنا وشنو هو المشكل اللي كيتعرضوا له الابناء ديالنا المغاربه وكينقطعوا على الدراسه في واحد السن مبكر. يعني ما كنلقاوش داك الشيء اللي في المغرب مثلا، كنلقاو حي شعبي ربما فيه 5 ديال الشباب كلهم كيتخرجوا كياخذوا البكالوريا وكيمشيو للجامعه، مثلا هنايا كتلقى مثلا 20 شاب مغربي في حي وربما حتى واحد ما كيوصل انه يوصل لانه البكالوريا او التعليم العالي. اذا هذا خلانا نطرحوا هذا التساؤل هذا، علاش شنو هو الاسباب، شنو هي الاسباب اللي كتؤدي للهدر والغياب المدرسي والانقطاع للدراسة. من بعد الأطروحة ديالي خديتها حول دور يعني حول التعدد العولمة، التعدد الثقافي والتهميش الاجتماعي. علاش؟ لأن العمل ديالي قمت به داخل الأحياء الشعبية والقرى اللي كيتواجدوا فيها المغاربة بكثرة، سواء في ألميريا، في كاتالونيا، في برشلونة، وفي مدريد. يعني البحث كان على واحد نطاق واسع. بالنسبة للموضوع هو دور العائلة المغربية في تربية الأبناء قبل وبعد الهجرة، يعني شنو هي الأسباب اللي كتخلي حنايا غادي نعاودوا، شنو هي الأسباب اللي كتخلي يعني الشباب المغربي والبنات ديالنا المغاربة ما كيوصلوش لذاك الطموح اللي حنا باغيينه ولذاك المستوى اللي كيفرض نفسه في الوسط الأوروبي. إذا الدراسة ديالي بدأت البحث أول حول المرأة، يعني المرأة كمرأة كمربية، يعني هي مربية الأجيال، المشاركة ديال العائلة المغربية داخل المدارس التعليمية. لأن هناك مثلا ملي كتقرا بالنسبة للباحثين الإسبان والأساتذة الإسبان والأوروبيين كنوجدوا بأن أحيانا كيرميوا اللوم على الدين الإسلامي بأن كأنه حاجز أمام تعليم المرأة، لأن بسبب الدين المرأة كتضطر تزوج بالسيف عليها، يعني بالعائلة ديالها كتفرض عليها، أو الدين كيمنع أنها تختلط. من بعد لقيت بعض الكتب كيتحدثوا على الثقافة المغربية بأن الثقافة المغربية والرجل المغربي يعني الأب والأخ كيفرضوا واحد النوع ديال الكونترول، يعني كما كنقول واحد النوع ديال الزيارة، يعني كيوقفوا في الطريق ديال الدراسة ديال البنات ديالهم وكيحاولوا يزوجوهم يعني بالنسبة كأنهم كيحميوهم من الوسط الأوروبي اللي يقدر يضيعهم. إذا هناك بحوث كثيرة كلها كترمي في اتجاه. إذا قررت أنني غادي نقوم بالبحث، يعني أول بحث قام في ألميريا من طرف مهاجرة حول المهاجرين، هو أول بحث في الأنثروبولوجي وفي الميدان السوسيال كتصدروا في جامعة ألميريا، يعني ما كاينش بحوث أصلا، ما كاينش دكاترة في الناحية الأنثروبولوجية السوسيال ولا في السوسيال، لأول مرة كيتقام هذا البحث هذا. إذا الفكرة كانت علاش ما نقوموش حنا كطلبة مغاربة بالبحث عن شنو هي الاسباب، لان هذوك ابناء ديالنا شنو هي الاسباب الحقيقيه اللي كتخلي هاد التلاميذ ديالنا المغاربه ما كيوصلوناش لذيك المستوى اللي حنا باغينهم يكونوا اعضاء فعالين في المجتمع اللي مهاجرين فيه. كنبغيوهم مثلا يشاركوا في السياسه، يشاركوا مثلا يكون عندهم قوه داخل الميدان. اذا من هنايا بدا البحث ديالي شنو هي الاسباب. فعلا توصلت لمجموعه من الاسباب، يعني قمت بنوع استجواب العائلات المغربيه، الشابات المغربيات، نفاو نفي تام على ان الدين او الثقافه المغربيه ما يمكنش يكونوا سبب في اعاقه المراه على التعليم. بالعكس، ان الدين الاسلامي اول من حث على التعليم المراه، ويعني خداو مجموعه من النماذج ديال المراه المغربيه في العالم الاسلامي وحتى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمر الإسلام ما كان ضد التعليم ولا ضد تعليم المرأة. هذا بالإضافة إلى الثقافة المغربية.
يعني عطينا نماذج أمثلة بنساء في المغرب يعني تصدروا مراتب عليا، يعني معناه أن الثقافة في المغرب مادة متفتحة والنساء وصلوا لدرجة عليا، كيفاش هنايا أنها الثقافة غتمنع؟ إذا توصلنا بأن هناك التهميش الاجتماعي، المناطق اللي كيقطنوها هاد المهاجرين، العمل الغير كفء اللي كيطلق اللي كتعملوا فيه كتعمل فيه العائلات، يعني ما كيكونش عندها امكانيات قويه، كضطر الابناء ديالها انهم يخرجوا من الدراسه باش يعاونوهم. يعني لقينا مجموعه العنف ضد المراه وكيفاش كيأثر سلبا على الابناء ديالهم، يعني لقينا حنا مجموعه من الأسباب اللي كتأدي للهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، وماشي بعض الأسباب اللي قاموا بها بعض الدارسين الغربيين. هذه كانت واحد نوع ديال الفرق ما بين باحث مغربي وما الباحثين الأجانب. هذا بالإضافة إلى أننا مثلا طالبنا بمجموعة من الحلول، منها مثلا حلول طالبنا بتعاون انترناسيونال يعني عالمي، يعني يكون هناك تعاون مع البلد الأم ومع بلد الهجرة، حاول كيفاش يخلقوا فضاءات باش نحاولوا نخرجوا هاد الشباب، يعني ما نعتبروش باعتبار أنه هو مواطن في الدرجة الثانية أو الثالثة، بل مواطن في الدرجة الأولى. كيفاش نربيوه ونشؤوه على هاد القضية هذه أنه هو مواطن يعني خالق هنا، عنده جنسية هنا، وكيفاش أنه خصو ياخذ الفرصة دياله. إذا هذيك عدم تكافؤ الفرص خصنا نحاربوها، وهاد الشاب المغربي هو اللي خصو يعرف بأن راه عنده فرصة، خصو يعني البحث عن هذه الفرصة، وماشي مسألة أن مثلا هو مهاجر، هذيك مسألة أنا مهاجر بغيناه يحيدها ويحاول يبحث على المكانة دياله في نفسه. وطالبنا البلد المهاجر على أنه يعامل أبناء الجالية اللي خالقين هنا وعندهم تكوين هنا أنهم يكون عندهم نفس الفرصة، تكافؤ الفرص يعني في التشغيل في التوظيف في أي مسألة. وهذا هو كان يعني بعض الأشياء اللي دفعنا عليها في الأطروحة ديال الدكتورة. بالنسبة لي أنا نفضل أن المرأة يعني أول مسألة كنتمنى أن في المغرب ولا في إسبانيا المرأة أن تأخذها هو أنها تعلم التعليم بالدرجة الأولى، يعني خصها تكون يعني في مستوى البلد اللي غادي تهاجر ليه. لأن احنا ما ننساوش أن مثلا في بالنسبة للغربيين دائما كينظروا للمرأة المغربية كضحية، كينظروا للمرأة المغربية كمرأة يعني ما عندهاش تكوين. إذا احنا يعني الرسالة ديالي أننا بغينا نحاربوا هذه الفكرة هذه، وبغينا نحيدوها من بعض المرات. يعني كاين هناك حتى بحد واحد النوع ديال ديسكريميناسيون، يعني بحد النظره خاطئه حتى بالنسبه للنوع اللباس اللي ترتديه المراه المغربيه، وكانه حاجز على انها تقارن بنفس العقليه المتوازنه مع الاوروبيه. بعض الاحيان كنوجدوا نساء مغربيات عندهم ذكاء، يعني عندهم ذكاء وعندهم تكوين، وكنتمنى ان هذا النوع ديال النساء هو اللي بغيناه يكون حاضر على الساحه باش يقدر يوصل ديك الفكره اللي حنا باغيين نوصلوها، والدفاع على المراه، لانها ما بقاتش ذاك الفكره القديمه على المراه، لان المراه لحد الان وصلت لواحد المستوى، زعما بغينا هذاك المستوى هو اللي بغيناه يظهر هنايا وبغيناه يكون.